يقول الأخ ما السند الشرعي للاغتيالات وشروطه؟ يسأل قبل هذا يجب أن نسأل هل تجوز الاغتيالات؟ هما سألها سؤال من عندي هل تجوز الاغتيالات؟ اذكر أسئلته كلها بارك الله فيك. نعم طيب، أما اغتيال الاغتيال إذا أرسل إمام المسلمين من يغتال شيوعيا أو بعثيا أو ناصريا وهو يسب الدين ويسب الإسلام فلا بأس بهذا. دليلنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل محمد بن مسلمة وصاحبا معه لاغتيال من يا إخواننا؟ كعب بن العاشرة، وأرسل أيضا آخرين من الأنصار لاغتيال ابن أبي الحقيق، فهذا يدل على جواز الاغتيال ويرسلهم إمام المسلمين. فإن لم يكن للمسلمين إمام وكانت هناك جماعة محتسبة تستطيع أن تدافع عن نفسها وتأمن من عبادة المسلمين فلا بأس أن يرسل لاغتيال من يتهجم على المسلمين، لأن كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق كلاهما كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتهجم على المسلمين. هو هذا تقدمت في أثناء هذا أن يكون آمنا من إبادة المسلمين ومن الحاج الضرر على المسلمين على أي مسلم. السؤال التالي يذكر الله سبحانه. وأيضا ذكرنا أن يكون من الرؤوس الذين يؤذون المسلمين ويهاجمون الإسلام. نعم.